وهو ألا تستثقل درسا في الأصول. أنا أعلم أن كثيرا من الجلوس ليس لهم عناية بعلوم الأصول، ولكن إذا درست علوم الأصول وعطيتها قلبك فسوف تبصر بعد العمى بلا أي مبالغة. ليه؟ لأن الذي يدرس الأصول يأمن على قلبه، كما ذكرت في مرة سابقة أنك لو حفظت كتاب البخاري عن ظهر قلب كما تحفظ القرآن الكريم يمكن لأي دارس للأصول أن يشككك فيما تحفظ. فأنت عندما تفهم الأصول تأمن على عقلك وقلبك، لا أحد يستطيع إطلاقا أن يشغب عليك. ولذلك أنا أقول لإخواني اللي هم يعني لم يتعودوا على سماع دروس الأصول أعطنا قلبك، لن نتكلم كثيرا في الأصول، ولكن إذا فهمت الأصول فقد اطمأننت. يعني هذا